عيش عيش حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. خلاص، يعني انا مؤمن بالفكر الليبرالي ببساطه. نمره اثنين، ان انا لست ذكوريا، لست ذكوريا، انا قله في البيت، عندي زوجه وبنتين، والبنتين واحده فيهم فنانه تشكيليه والثانيه مونتيره، فيعني ايه ماليش دعوه بحاجات ثانيه. المهم انا جاي اكلمكم النهارده على ايه؟ على عمليه فكره اداره الحملات الانتخابيه. زي حضراتكم الكلام سمعتوه ان الحملات الانتخابيه ما بقتش يلا يا ولد انا انزل الانتخابات وينزل يحط رجله في الشبشب ويقعد على القهوه ويقول انا هنزل الانتخابات. لا، مش هتعمل كده. يقولوا له اهلك وعشيرتك ينزلوا معاك، ما ينفعش الكلام ده. بقت الحكايه كلها علميه محضه، لازم لها تدريب. فبناخد بقى من مراحل العمليه الانتخابيه ونشوف كل مرحله فيهم بتعمل ايه، وهنتكلم في كل مرحله من المراحل دي احنا محتاجين فيها ايه ومقوماتها البشريه والماديه ايه. عشان انا سمعت الناس بيتكلموا على البوسترز والملصقات والاخر، وهكلف الدنيا دي ازاي والدنيا هتكلف ازاي. هنقول كل الكلام ده واحنا بنشتغل مع بعض. مراحل الحمله الانتخابيه فيها مرحله لاثبات الوجود، ومرحله اسمها تعبئه الجماهير، ومرحله اسمها التركيز ويوم الحسم. الكلام ده كله انا هتكلم فيه، لكن هو في هنا اجزاء تانية اعتقد ان في زملاء ليا هيغطوها، غرف العمليات والمنسق والناحيه القانونيه والكلام. انا هتكلم في المراحل نفسها، ازاي قلب العمليه الانتخابيه بيتم. ما هو موجود المذكرات مع حضراتكم، مش ضروري تكتبوا، يعني هو موجودين مع حضراتكم مطبعين. المرحله الاولى هي مرحله اثبات الوجود. اي حد من حضراتكم في المنطقه اللي عايش فيها او اللي بيامل ان هو يترشح فيها، المفروض ان هو يعرف الناس بس بتوعه، انا فلان، يعني اعرفوني، شكلي، اسمي، مكاني، اطاري، تقديمي لنفسي، الكارت اللي بقدمه للناس بقدمه من خلال لافتات واعلانات. طب اللافتات والاعلانات دي عايزه ايه؟ عايزه مسؤول اتصال علشان يعمل مجموعه من التاسكس او المهام اللي هيقوم بيها. المهمه الاولى هيتصل باللي بيطبعوا الاعلانات، الثانيه هيحدد مواقع الاعلانات، الثالثه هيتصل بمن يقومون بوضع هذه الاعلانات وتامينها، للي قالوا نحط الصوره ونلاقي مكانها سلفيه. مش كده؟ نحط البوستر ونلاقيه اتقطع. هقول لحضرتك كل واحده من دول ليها اصول وتتعمل، ما تقلقوش. كل حركه من دول بتتغطى، كل الالاعيب ممكن الرد عليها. هناخد واحده واحده من دول. الاتصال بمن يطبعون الاعلانات عشان يعملوا ايه بقى؟ نمره واحد، مراجعه لغه الخطاب. ينبغي على حضراتكم ان تنظروا الى لغه الخطاب التي توجهونه لناخبيكم. لغه الخطاب بتاعه الاسفلت مولع عليه، فلان بيه ماشي عليه راحت، بالروح بالدم نفديك يا فلان، مع اول طلقه هينزل تحت الكرسي محدش هيلاقي كذاب. وانا بالروح بالدم اديله ليه؟ طب يعني انا بنتخبه عشان يخليني اعيش، اموت له؟ ما ينفعش. تبقى بعيدة عن المغالاة والشعارات المستهلكة والوعود، الوعود الكذابة اللي بنعاني منها دلوقتي. نحن نعيش في مجتمع يتنفس الكذب. عارفين يعني ايه يتنفس الكذب؟ مفيش كلمة صدق واحدة تدي الإنسان أمل. سدوا الشرايين، سدوا شرايين المجتمع والفكر. دفعوا المجتمع للعنف وده الخوف. فالشعار اللي هتستعملوه لازم يبقى شعار قابل للتنفيذ، مرضي للناخب اللي هيسمعه، بيقدره علشان يقدر يوفي بيه جوه برنامجه الانتخابي. طيب، ممكن يكون حد من حضراتكم كان نائب قبل كده، يستغل ما قام به اثناء نيابته من مشروعات او لاخره في انها يعرضها جوه لافتاته. مثلا في شخصية برلمانية شهيرة اسمها سيد جلال، اللي له مستشفى اللي هي سموها مستشفى باب الشعرية. هذا الرجل يرتبط اسمه بقانون إلغاء البغاء في مصر. هو اللي قدم هذا القانون.
هناك قوانين أخرى سيئة السمعة ترتبط بمن قدمونها. نمرة اثنين، مطلوب توحيد مكان الرمز الانتخابي. فكرة الرموز الانتخابية دي فكرة عقيمة قوي، لكن هتفضل معانا طول ما في نسبة أمية موجودة، هتفضل حكاية الرمز الانتخابي ده وقصة الرمز الانتخابي. وكان زمان في موضوع الرموز الانتخابية دي بتوزع حسب أسبقية اللي يروح ينقي. فشيء غريب قوي إن الهلال والجمل دول كانوا دايما الناس بتوعهم بيروحوا بدري. سبحان الله، يعني إزاي شمعنا يعني؟ على فكرة أيمن نور لما نزل الانتخابات الرئاسية راح نام على باب لجنة الانتخابات عشان يدخل أول واحد. أول ما فتح دخل أيمن نور قال له أيوه، كتب قال له عايز الهلال، قال له لا ما خلص. قال له خلص ليه؟ قال له اتقدم فيه حد. قال له مين؟ قال له الرئيس محمد حسني مبارك. قال له طب اتقدم امتى؟ ده انا نايم على الباب. ما فيش. فكان بيوزعوا الرموز بشكل عشوائي. دلوقتي بيوحدوا، الفكره ابتدت تتوحد، يعني والله حزب الوفد يختار النخله، حزب التجمع يختار كذا، ده ياخد الفانوس، ده ياخد الثاني كان اسمه ميزان، اعوذ بالله، ميزان ولا فيش ميزان ابدا. فالرمز الانتخابي المفروض لما يبقى على يافطه يتوحد مكانه عشان يبقى ظاهر. عين اللي بيبص على اللوحه يقدر يعرف دي بتاعت مين. بتلاحظوا في الاعلانات اللي بتطلع في التلفزيون بتلاقوا لما يطلع برتقاني تعرفوا ده موبينيل، احمر تعرفوا ان ده فودافون، اخضر يبقى اتصالات، وهكذا. فالمفروض الرمز الانتخابي له مكان اقدر اشوفه منه. كمان في حاجه تانية، الصوره المستخدمه في الاعلان، توحيد الصوره المستخدمه في الاعلان. الصوره بالنسبه للراجل سهله قوي، الراجل يا بيلبس بدله يا بيلبس سويتر كده زي. انما الستات بقى عندها الصبح وعندها بريميدي وعندها سواري وعندها وعندها، فبتلاقوا الصور ممكن تبقى مختلفه. فالمفروض ينقوا صوره بتعكس اوفيشالي كده، لما حد من حضراتكم يكون نازل رايح مصلحه ولا حاجه، يعني تغيير حاجه كده بالشكل ده. كمان الصوره تبقى صوره حديثه بتعكس شكل الانسان. انا زمان كنت في احد النوادي وكان في ترشيح لرئاسه مجلس اداره النادي، فصوره محطوطه لواحد مرشح نفسه رئيس مجلس اداره، هايل، براد بيت، شعر وشياكه، وبالليل قاعدين كده في النادي، فلقيت واحد دخل يقول لي السلام عليكم، وبص كده انت مين؟ قال لي انا فلان. انت فلان؟ دي الصوره دي؟ فالصوره مش بتاعته، وحاطط صورته هو في الاعداديه حاجه كده يعني. الستات كمان، كان في سيده فاضله كانت من برضو انا اتعرفت عليها من خلال المجلس القومي للمراه، فكانت ناويه تنزل الانتخابات، ففي لينا زميل كان بيعمل كتاب كتيب كده للناويين يترشحوا، فبناخد سي في من كل حد. فجابت السي في بتاعها، هي سيده في مثل سني وجميله جدا وهايله ومحجبه حجاب رقيق وكل حاجه هايله. فجابت السي في، الصوره ارليكاو في الاعداديه طبعا ما حدش يعرفها، فلازم الصوره تبقى بتعكس شكل المرشح، ما تبقاش ورده وما تبقاش حرم فلان الفلاني. الست اللي انا هختارها عشان تمثلني لازم اشوف وشها، اشوفها هتتكلم ولا لا. المحاضره الجايه هنقول لكم حاجات كتير ازاي بتخاطبوا الناخبين، فازاي انا خاطب ناخب وانا عامل له كده؟ مش هعرف اكلمه. اذا اخترتي دي خلاص خليكي في اختيارك، ما حدش قال لا. اذا اخترتي عدم الظهور خلاص من حقي على نفسي انا كناخب اني اعرف شكل مرشحي هيقدر يقوم بالدور اللي انا عايزه يقوم بيه ولا لا. هل هو معوق اداؤه بخاف من انا مش عارف يعني، هيبقى بلاك بوك ولا بلاك بلوك؟ بيقول مش كده بلاك بلوك، البلاك بلوك، بلاك بلوك. حد قال فيرسس نوت اجينست. كمان الطرق، كمان في طرق غير تقليدية للإعلان، في طرق غير تقليدية للإعلان. على فكرة أنا أول مرة حد يطلع لي ملحوظة في سقف الحديث. كنت زمان بقول لهم أنا ماليش سقف، وعارف إن في عربية برة سودة بستاير، وعارف إن أنا هخرج أركبها، وقلت لهم دول لا بيرحموا كافر ولا مؤمن، وانا اشتغلت معاهم 20 سنة كنت منهم فعارفهم كويس. بس اللي موجودين دلوقتي ناس طيبين، العربيه بقت رمادي ما بقتش سودا.
فممكن ننفذ طرق غير تقليديه للاعلان، مش ضروري دايما الاعلانات بالشكل ده. دلوقتي بيعملوا فلايرز، بيعملوا ورقه صغيره، بيعملوا صفحات على الفيسبوك، بيعملوا صفحات على تويتر، بيعملوا حاجات كتير ممكن الناس تستعملها. ممكن لو في سايبر كافيه في المنطقه اللي انتم عايشين فيها ممكن ينفذ الحاجات دي. كمان ممكن نعمل تيشرتات وفيستات بسيطه مطبوعه بشياكه الناس بتلبسها، بتعمل لي بتثبت لي. طيب مواقع الاعلانات والملصقات، مهم قوي ان انا لما اختار مكان الاعلان يبقى مكان هيحقق لي النيد بتاعي. بتمشوا ساعات حضراتكم في شارع السودان كده بتلاقوا سور كبير بتاع اللي عاملينه على سكه الحديد، في اعلانات بس ما حدش بيشوفها لان انا سايق. لو بصيت كده حلبس في العربيه اللي قدامي، يبقى مكان الاعلان ده غير فعال. نختار المكان في ميدان، قدام مسجد، قدام كنيسه، جوه تقاطع، مطلع كوبري، منطقه عاليه، لان الاعلان ده عامل زي الطلقه. بدل حطيت الاعلان خلاص رؤيته يتشاف، حجمه كمان، حجم الاعلان يخليك تقدر تشوف. بيعملوا مهرجان للقاهره السينمائي وتلاقي على كوبري قصر النيل كده اعلانات صغيره كده، لو واحد بس على الكوبري عمل كده راح. فمهم قوي المواقع تيجوا على الخريطه. طبعا الخرائط الدوائر دلوقتي بقت مشكله، يعني تخيلوا حضراتكم انا دايرتي عابدين وقصر النيل وفاجئ انهم جايبين لي فيها شبرا والشرابيه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا اعرف مين في شبرا؟ انا مولود في شبرا، هم يمكن عرفوا عشان انا مولود في شبرا فضموا لي شبرا، جايز معرفش. امباب ليه مصر الجديده جابوا لها السلام والسلام اهلا. في كمان اختار بالقرب من المقر الانتخابيه، احنا عارفين المقر الانتخابيه مدرسه كذا مدرسه كذا اتحط عندها، عارفين ان القانون ما بيخليش على سور المدرسه، لكن ما فيش مشكله روح قبلها بيوم الزقها، ولو قطعت ما اتقطعتش هيعدل، يعني نلزق حاجات كده في حتت. هقول لكم حاجه، لعبه الانتخابات وان كان بينظمها قانون بيقول مواعيد ولا اخره، الا انها لعبه بلا قواعد. مش عايز اقول هي لعبه بلا قواعد. ازاي اكسر القاعده اللي بتخليني افضل من غيري واخلي غيري ينزل تحت؟ ان شاء الله ده في المقاطعه هحكي لكم عليها ازاي نقاطع، عشان اللي هيقاطعوا دول مش هيقعدوا في البيت، اللي هيقاطعوا دول هيشتغلوا من النهارده اكتر من الناس دي الانتخابيه كده. بسم الله ما شاء الله كل الناس موضوع. استغلال مواقع المشروعات الخدميه، لو حضراتكم حد ليكم له نشاط، عامل جمعيه، عامل حاجه، بيقدر يستغل الموقع ده ان هو يقول، يعني هو مش بيمن على الناس لكن بيمن، يعني مش بيمن عليهم قوي لكن بيمن برضه، يعني بقول لهم انا اللي عملت لكم المشغل، ما هو بيقول مشغل لفلان بس برضه، يعني هي لام السياسه بتبقى فيها ما يجراش حاجه. يعني استغلال مواقع المقاهي الانترنت اللي موجوده في الدوائر دي مفيده جدا، الاولاد كتير بينزلوا عشان يلعبوا كلهم، ممكن الاولاد في الاحياء المتوسطه شويه والفقيره بينزلوا يقضوا وقتهم في الانترنت. ممكن الناس تقدر تعمل الباك جراوند بتاع الوول بيبر بتاع الكمبيوترز اللي موجوده، يتحط عليها اسمه، يتحط عليها دعايته. كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها الوصله او السلك، ما اعرفش دلوقتي لغايه دلوقتي شغاله ولا لا، اللي هم الناس اللي بيوصلوا الفيديو، بيوصلوا الساتلايت للبيوت. فممكن قوي الدنيا دي تروح لهم. مهم قوي كمان لازم تعرفوا حاجه، ما دام انا بعمل اعلانات اعرف ان المنافس بتاعي بيعمل اعلانات، اخد بالي من اعلانات المنافس عشان استغل اعلاناتي في الرد على اعلانات المنافس. نفترض ان المنافس خد مشروع بتاع حد ونسبه لنفسه، الناس هتقول ده الراجل، ده راجل الخير اللي عمل كذا، لا هو ما عملوش في المنشور بتاعي انا اللي انزله بعد كده اقول حقيقه الامر، لا ما حصلش، ما اجرش العرض بتاع ال 200 مليار، يقول لك عرض تقدم به احد المواطنين، احد مواطنين ويتاشر عليه ويروح في 10 ايام لوزير الماليه ياشر عليه المجلس الاعلى. كمان عايزين الاتصال بمن يقومون بوضع الاعلانات وتامينها. انا محتاج لناس تركب لي الاعلان، بس هو مش هيركب الاعلان ويمشي، لان الاعلان ده معرض، لان مثلا شهر اغسطس كده ساعات
في تقاطع شارع عباس العقاد مع النحاس عادة بتمطر المطرة شهر أغسطس فبتضيع، أو ساعات كده ساعات يعني بتبقى كاوتشة في الأرض ولعت فحرقت الإعلان مثلا، فيبقى أنا عندي ناس بتحط الإعلان وفي إندكس موجود في مقر الحملة الانتخابية بيقول إن في تقاطع الشارع الفلاني هي يخطة طولها كذا وعرضها كذا وتحتوي كذا وعندي منها بديل، وعندي منها بديل علشان لما دي تتقطع أحط واحدة مكانها بسرعة قبل ما حد ياخد مكانها. ودي بتبقى عايزة إيه؟ ناس هتحط الإعلانات وناس هتأمنها. بنرتب نبطشيات من المتطوعين بيلفوا عليها. دلوقتي الموتوسيكل الصيني بقى رخيص قوي، والعجلة ممكن يبقى الناس عندها متبرعة بتمشي، وسائل الاتصال بقت سهلة، ما بقاش محتاج ان هو يروح على كشك ميناتيل ولا حاجة يدور عليه عشان يتكلم، بديله كارت بيطلبني في التليفون، وفي برضه عروض كتير قوي الناس بتتكلم بالليل ببلاش، فممكن ايه يكلمني بسرعة او يديني شورت مسج او زي عنده BBM يقول لي الاعلان الفلاني وقع، بحرك ناس تانية تحط لي اعلان في المكان ده، وباخد الاجراءات القانونية ضد من قام برفع هذا الاعلان من خلال الشؤون القانونية. طيب المرحلة دي بتحتاج لإيه؟ عايزة لها مقاومات بشرية ومقاومات مادية. المقاومات البشرية عايز مسؤول اتصال عنده أمانة وقدرة على التصرف وإقناع ولياقة، لأن أنا لما أروح أركب يافطة مثلا في مكان هيجي الراجل ده يقول لي يا عم ما تركبش اليافطة دي هنا، ما بتوع أو أبتدي بابتسامة أخذ منه ودي أدفع فلوس عشان تبقى موجودة، كل الكلام ده بيقوم به مسؤول الاتصال. مجموعة من المتطوعين بقى بيأمنوا العملية وضع الإعلانات ومتابعة التأمين. الجزء الثاني في وسيلة انتقال لمتابعة الإعلانات ووسيلة اتصال بالناس اللي بيأمنوا للجزء ده. دي المرحلة الأولى اللي كانت إثبات الوجود عشان أعرف بس الناس بيا وبرنامجي. المرحلة الثانية دي بقى الناس عايزة تقول إيه؟ أنا عايزة أشوفك تكلم حتى أراك. تكلم حتى أراك. إزاي هكلم الناس؟ الناس تشوف اللي كانت الصورة بتاعته محطوطة في الشارع، الناس اللي شافت اليوفط والإعلانات بتاعته اللي موجودة في كل مكان. مين هو ده؟ بيعرف يتكلم؟ عنده إيه؟ فكره إيه؟ الجزء ده هنتكلم على في مسؤول اتصال بيتصل بمنظمي الندوات. لما حضراتكم هتنزلوا وتترشحوا، فاكرين فيلم الجردل والكنكة بخيط وعدينة؟ فاكرينه؟ كانوا الناس بتتبرع عشان تعملوا ندوة، لأن الناس عايزة تكسب من وراه، فبتنظموا الندوة. منظمي الندوات دول، حضرتك في حاجة أنا ناقصها؟ منظمي الندوات علشان يعملوا ايه؟ كل واحده من دول هنتكلم فيها لوحدها، الاتصال باللي هيحضر ويقدر يجيب لي ناس، اختيار اشخاص في كل ندوه قادرين على مواجهه المهاجمين بحسم، هنروح لها حالا انا عارف ده مهم قوي بالنسبه لي، اختيار اشخاص للتصدي، لا 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 لا, لا. هقولها والله إعلان الجماهير باللجان والمقار الانتخابية بتاعتهم. دلوقتي موقع الانتخابات مصر دلوقتي بيسهل الحكاية دي، بس إزاي أنتوا تسهلوها على ناخبين؟ نمرة واحد، الاتصال بمنظمي الندوة. ناس جم قالوا هنعمل لك ندوة النهاردة، هتيجي تشرفنا فيها وهنذبح لك وهنعمل لك. الناس بيقربوا للمرشح، لازم أعرف هوية المنظم وانتمائه وتوجهه. إذا كنت أنا ليبرالي فما ينفعش أروح لمنظم ندوة عكسي، او اذا كنت انا يساري ما اقدرش اروح لمنظم ندوه راس مالي، حسب توجه منظم الندوه وكمان سمعته. في مرشحين بيقعوا ضحيه ناخبين ما يعرفوش عنهم حاجه، في بارونات في تجاره غير مشروعه، ما حدش بيبقى ما دخلش السجن، ما خدش ولا حكم، لكنه بارون مشهور انه بارون. فهل انا هقبل اي ندوه اروحها؟ لا، لازم يبقى الناس دي تحدد لي هويه منظم الندوه.
موضوع الندوة والجدوى من عقدها طبقا للمتوقع وعرضه على المنسق العام. يعني ايه تحديد موضوع الندوة؟ انا نازل عشان اعمل ندوة في حي عشوائي، يبقى هتكلم مع الناس دول على ايه؟ ممكن اكلمهم عن فن قناة فتافيت مثلا والسيمون في لا، لازم ادور لهم الجمهور المستهدف. كمان الموضوعات النوعية طبقا للمخاطبين، انا ما اقدرش اخاطب ناس. مره كنت بشارك في مجال التوعيه السياسيه، وكانت احد الجمعيات المتواضعه في مصر القديمه واخده قاعه مناسبات صغيره كده، والمحاضره كانت عن الدستور، وكانت في الماده 76 قبل التعديلات زمان، قبل 25 يناير. فانا رحت، عاده بفضل اني اقابل ناس بمظهر لائق. النهارده بس ما لبستش بدله عشان يوم الجمعه، انا حالف ما لبستش بدله يوم الجمعه. فنازل لابس البدله وداخل على المكان، فلقيت الناس اللي جوه ناس متواضعه قوي، متواضعه للغايه. فحسيت ان انا هبقى مزعج بالنسبه لهم لو دخلت بهيئتي دي، فقلعت الجاكيت والكرافات ودخلت عليهم. ستات وسطاء للغايه معاهم اولادهم على حجرهم وحاجه، يعني شيء. انا قلت دول هقول لهم دستور؟ اقسم لكم بالله في خلال ربع ساعه استأذنتهم في اني اخرج البس البدله بتاعتي تاني وارجع لهم، لان لقيت مستوى النقاش يرقى كثيرا مما كنت اتخيل. احترمتهم جدا، ابتدوا يتكلموا حافظين الماده، ويقول لك الماده العوره في الدستور، يعني فوجئت بيها. فده دي نوعيه المخاطبين بالكلام. كمان موقع الندوه من حيث المكان والحاضرين، لازم اختار مكان للندوه يسمح بحركه اللي هيحضره، ما اعملش مكان مقفول واخلي الناس اللي جوه في مزنق، ممكن يحصل اعتداء على الندوه، يبقى ليهم مكان يقدروا يخرجوا. كمان المكان ده لازم يتسع للحاضرين بالراحه، لا يلقوا زي مرجان احمد مرجان، ولا يبقوا زحمه زي جيهان الدكتوره جيهان. لازم المكان يبقى مكان يسمح بعدد الناس ويسمح بخروجهم ودخولهم بسهوله دون ان نعرضهم لزهق. كمان عندي ايه بقى؟ عايزين حد هي سعاد محمد هايله، والله سعاد محمد هايله. في بقى ناس هيجي لكم، في ناس هيجي لكم يقولوا لكم ايه؟ انا عندي النهارده 200 واحد، هجيب لك 200 واحد. فاكرين فرج في سنبل؟ كان يقول هات الرجاله يا فرج، وعمال يكلم ولا في واحد ولا ورا لا فرج ولا في حد تاني، هو دخل لوحده. اللي هيجيبوا الناس دول لازم يبقى فيه جديه للقائم بالكلام ده. لما ابعت دعوات اعمل لها تاكيد الحضور، يعني النهارده انا جيت الصبح كان القائم المنسق على الندوه على المنتدى على الدوره بيعمل اتصالات الصبح بالناس، انتوا جايين مش رايحين، وانا جاي في الطريق يطمنوا انا جاي ولا لا، هادي المحاضره ولا لا، علشان يبقى في اسباب حتى لو لغيت الندوه. توقع الغاء او تاجيل الندوه لاي سبب، ممكن الندوه تتاجل لان الامن شال صوت قال لي لا ما تروحش، لا اوعى تروح، ما ينفعش وانت مرشح تحسس الناس انك بتتهدد او انك بتتهدد. على فكره لما بقول انك هي انك وانك، يعني عشان ما حدش يقول عليا، ما حدش يحس انكم بتتهددوا. لو الندوه اتلغت لاي سبب حتى لو للمرض، عايز اقول لكم حاجه، المرشح واللي بيشتغل في العمل السياسي محروم من طرف المرض، لاني انا لما هنزل اختار نائبي لازم اختاره صاغ سليم، عايزه يبقى سليم يقدر يتكلم عني، مش كل يوم هيبقى في المستشفى ربنا يشفيه ويعافيه، لكن انا ليا طلبات ودوره كنائب لازم يقوم بيه. طيب الاشخاص القادرين على المواجهه دول ايه بقى؟ مش من الشياب. الناس دول حضراتكم ممكن تعملوا مؤتمر، المؤتمر ده انتم ما تعرفوش 100% اللي هيحضروه معاكم ولا عليكم، لان احنا كمان لازم نبعت ناس يحضروا المؤتمرات التانيه، شوفوا الناس بتقول ايه وبيتحركوا ازاي. فالامر المتوقع ان ممكن حد يكون موجود جوه الندوه ويروح قايم موجه سؤال للمرشح سخيف،
ممكن تكون المرشحة واحدة ست ويسألها سؤال مثلا يقول لها ختان الإناث، ممكن الست تبقى محرجة انها تتكلم في الموضوع ده، جايز وارد تقوم تتحرج. انا بدي مثال، ممكن يسأل سؤال في قضية مش معروفة، عارف ان اللي قدامه ده ما عندوش فكرة عن الموضوع ده، يقوم يسأله سؤال سخيف يخليه يتلعثم وما يعرفش يرد ويبقى في موقف حرج. فلازم الاشخاص دول بقى بيبقوا قاعدين كده متوزعين جوه القاعة، كل واحد فيه معاه سؤال انا عارف، انا كمرشح عارف الإجابة عنه 100% حافظه. فيجي حد يقوم يسأل السؤال ده او ما انا اقول له ايه نعم افندم، يقوم التانيين يحسوا ان انا مش عايز السؤال ده، يروح واحد جهوري بصوت جهوري معدي وسائل السؤال التقيل اللي ياخد، اقول اروح سامع التاني واقعد اجاوب على السؤال بمنتهى الأريحية ومط فيه في الوقت اللي هيكون فيه اتنين تانيين بيقولوا له جالك تليفون عشان يروح يرد على التليفون. فدول اللي بيتصدوا، مش يعني الاشخاص دول بقى لازم عندهم ثقة الجماهيري، عشان ساعة ما يجي يتكلم محدش يقول له اقعد، تعرفين ساعات اللي هو اقعد اقعد مش كده. ولازم كمان المرشح ياخد باله قوي من المايك اللي ماسكه زي كده. في احد المرشحين لرئاسه الجمهوريه في انتخابات 2005 وهو واقف على المايك، وكان رئيس حزب، كان رئيس حزب، وطلعت منه كلمه سيئه للغايه وقناه الجزيره اخذتها وقعدت تنطن بيها. كان حد قام يقول حاجه قال حد قعد ابن ال، وراح طالعه واضحه. لا عشان ما نلخبطش، بدل ما هتقعدوا تدوروا على الاسماء، هو كان نعمان جمعه هو اللي واقف بس خلاص. بس اختار اشخاص موجهه، اختار اشخاص موجهه باسئله مسبقه، عنده اولويه باولويه الحته اللي قلتلكوا عليها، اولويه الرد عليها ممكن اجاوب عنها. كمان الاشخاص بقى بتوع التصدي دول وظيفتهم ايه؟ عاده المرشح لما يبقى ماشي يحتاج لهيبه برضو حواليه. احنا في بلد راحت فيها الهبه، لكن لازم يكون فيه هبه. راحت الهبه وجت مش انا اللي قلت على مسؤوليتكم، روح للنائب العام بكره كويس، مش انا اللي قلت يا دكتور شريف، انا بقول راحت الهبه، ردوا قالوا حاجه تانية، مش دعوه عشان بس اضمن حقي، بس عشان المحامي يعرف يكتبها. ولا احنا على فكره ولا انا بخاف، برافو عليك، برافو. لا لا انا ما بخافش على فكره، انا بعملها دعابه في عز مكان النظام، في عز مكان النظام، ودوروا على الارشيف بتاعي هنا، كنت بقف اقول لهم انا بلا سقف، ماليش سقف. وكانوا اصحابي وبيكلموني في التليفون بعد كده يقولوا لي ليه عملت كده، اقول لهم انا حر، لان اشتغلت معاهم 20 سنه، قبل ما اشتغل دي اشتغلت 20 سنه في نحت. فالاشخاص دي بختارهم اقوياء، ليهم عزوة جماهيرية، يقدروا يسندوني، يقدروا يبقوا واقفين معايا لو الدنيا زحمت عليا، على الأقل يصدقوا كده يعني، ما يخلوش الناس تترمي عليا، أنا أصل ركبي تعباني ممكن أتهز، أي هزة للمرشح كده ممكن تتاخد عليه. بناخدهم من العزوة، بيكونوا دول عادة من المتطوعين، على فكرة أبو أجر ده ما تعتمدوش عليه، أبو أجر له دور. لا لا. طب خليني دخلوا عليا جماعه من اللي هم تبع المرشحين بلطجيه وزي ما بنقولهم، وقعدوا بيهدفوا باسم المرشح عشان يبوظوا لي ان المؤتمر والندوه. فانا قمت ورحت قايله لهم اتفضلوا، والمرشح ده حبيبنا وصديقنا واخونا، ورحت قايمه واخداه من ايديه وقعدته جنب على المنصه علشان ان انا اكسب الموقف ليا ليا انا، مش جدي، مش قمت بقى زعقت وقلت قول لي جابكم واطلعوا بره والكلام ده، لا انا وقفت وقلت له الاستاذ ده حبيبي واخونا، ورحت قايمه قدامهم كلهم، رحت ماسكاه من ايديا ورحت قاعده جنب على النص. ده موقف من ضمن المواقف، فكرني الموقف ده، هخلي الاسئله للاخر عشان الوقت حال، فكرني الموقف ده بحاجه كنا زمان واحنا طلبه في المدرسه، كنا بنروح رحلات
ده احنا عندنا وكان معانا زميل حرامي في الفصل عادي كل الفصول فيها، مش بس مش بياخد سندوتشات ومسطره وقلم، لا بياخد حاجات تانية. فكنا لما نروح رحله لما بنبات في بيوت الشباب، كان زمان في بيوت شباب بتاعت شبان بتاعت دلوقتي هي مسخره لحد تاني، فكنا بنبات هناك نصحى كل واحد يلاقي الفلوس بتاعته ناقصه، بس احنا عارفينه. فقلنا اتفقنا على حاجه، قلنا له بقول لك ايه، انت اشطر واحد فينا وانت عينك ايه وبتاخد بالك، خد فلوسنا شيلها معاك، بقينا نشيله الفلوس بتاعتنا وناخدها منه الصبح، فبتبقى سليمه ما بتضيعش. فمهم قوي انه يكون من المتطوعين مش المدفوعين. طيب اعلان الجماهير باللجان والمقر الانتخابيه، انا في مهم قوي انا بعمل كل الكلام ده ليه؟ عشان حد ناس تيجي تديني صوتها، مش كده؟ طب اللي عايز يدي صوته ده عايز يعرف هو هيدي صوته فين والمين وامتى وفي اي مكان. كان زمان مفيش الحكايه دي مش محدده، كانوا بيدوا للناخب للمرشح زي ما قالت الدكتوره الاستاذه سناء او حد من حضراتكم، اللي هو الكشف اللي مكتوب فيه اسماء وخلاص خلصت، عشان بس يبقى ايه عدى القانون. دلوقتي بيدوا للمرشح قاعده بيانات موجوده على سي دي، بيقدر من خلالها يعرف فلان الفلاني مكانه فين. حتى لو ما اداش ممكن بقى متطوعين من عند المرشح يدخلوا على قاعده البيانات اللي موجوده جوه www.election.eg ويدوروا على واحد واحد. لا طبعا، بس انا عرفت افكها بعد كده. هي بتبقى اصلا معموله اكسس وبيحولوها بعد كده على ياخدوا ريبورت، وبقى الريبورت يحولوا البي دي اف، ليها طرق لفكها. بس يعني ايه المهم، هو دلوقتي ملزم انه يدي داتابيز، لان هو عايز، هو كان بيدور على الداتابيز دي. على فكره عايز اقول لكم حاجه، فاكرين ايام انتخابات الرئاسه بيقولوا القانون بيقول على للمرشح ان يحصل على اسماء الناخبين، مرشح الرئاسه من ناخبينه؟ مرشح مجلس الشعب من ناخبينه؟ دايرته. يبقى انا لما ادي دايره معقول، لكن لما ادي بلد، انتوا عارفين يعني ايه قاعده بيانات الرقم القومي لمصر؟ في دول بتعرض مال قارون فيها. هتقولوا لي يعملوا بيها ايه؟ يعملوا بيها ايه؟ يوم غزو الكويت من العراق، أول حاجة العراق عملتها إنها دخلت دمرت الأحوال البيانية وقاعدة البيانات. بس كان في لواء صديقنا كان يشتغل في المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية اسمه هتذكر اسمه دلوقتي، كان قبل الغزو ده تمكن من الحصول على نسخة أخذها وطلع بيها على السعودية. لما خلص الغزو ابتدوا الناس يرجعوا الكويت، ان انا فلان ابو فهد اللي مش عارف انت ابو فهد مين، ما انا ممكن يخش على اي حد بقى. فكانت قاعده البيانات دي هي الفاصله في انها تعمل الموضوع ده. فلما يجي عندنا احنا بقى قاعده البيانات دي حد ياخدها ويتمكن منها وهو سعي للحصول على كل المعلومات. يعني عايز اقول لكم حاجه، انا اشتغلت مدير لمركز معلومات مجلس الشعب، خبراتي ايه؟ انا كنت ضابط شرطه، بس اشتغلت في نظم المعلومات من يوم ما اتخرجت. رحت اخدت اول كورس كوبل كان سنه 73 وتعلمت كمبيوتر، وبقى عندي معلومات تاهلني ان اكون مدير مركز معلومات، لكن لم اكن دكتور امراض جلديه اطلاقا وابقى مدير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. هذا خطا، فهو سعي للحصول على المعلومه. 73 ايوه، انا اتخرجت كنا بنخش له لابسين طاقيه وبلطو ابيض والديسك اللي هو ال 256 ميجا كنا بنشيله على ترول كبير عشان نقدر نحطه جوه الكمبيوتر، بنعمل بانش كارد والكلام ده. فالمهم مهم قوي الحصول على قاعده البيانات دي هيسمح لك بانك انت ممكن تكرييتي كارت كده مكتوب عليه اخي المرشح، انت مدعو لصوتك امام لجنه ياخدها من الداتابيز رقم كذا بكذا الساعه كذا يوم كذا، ونقدر نكتب عليها من وراء يعني صوره مع كلمتين كويسين، ونختار ناس توصل الكروت دي للمستهدفين اللي انا عايزهم. بيحصل نوع من التواصل بين حملتكم وبينه،
بترجع بيرجع لي اللي ودى الجوابات بيرجع لي اللي ودى الكروت دي بارقام تليفونات. تخيلوا كده لو حضرتك قاعده رحت ماسكه التليفون وطلبتي حد من ابناء الدائره اللي وصلته الورقه، هو هيسعد، ده المرشح كلمني، هيدي مصداقيه ويدي قدره. شايفاها غلط؟ ممكن ممكن. طب خلينا في الاخر، انا شايفاها غلط. انا هقول لكم على حاجه، انا لما بتكلم على النموذج. النموذج احيانا بيبقى عليه استثناءات وعليه مناطق ممكن تمشي معاها او مش ممكن تمشي معاها. المهم الفكره نوع من الفكره. ممكن حد تاني يطلع بفكره افضل او يغير. داخل اللجان محتاجين مندوبين عندهم امانه وانتماء، عندهم يقظه كامله وعندهم لياقه، لان اللي جوه اللجنه ده ممكن لو عمل اي غلطه القاضي هيخرجه. المندوب اللي جوه اللجنه ده بياخد معاه صوره التوكيل، اصل التوكيل بيحطه في جيبه ما يطلعوش ابدا، وياخد صوره توكيل لو حد ساله يديله الصوره، لان لو اديته له الاصل ممكن ياخده معكش اصل يروح. المندوبين خارج اللجان بنحتاج المندوب اللي خارج اللجان ده شكل كده باين، يعني عشان الناس تبقى شايفاه، هو بينظم لهم الحكايه ويشوف حكايه الطابور اللي بيحصل، ظاهره الطوبره اللي هو الناس اللي بتدخل وتخرج وتقف تاني في الطابور، وبعد كده هو مش رايح، هو واقف بس يطول الطابور عشان يدي الناس حاله من حالات الملل وما يروح. المندوب المختار من اعضاء اللجنه عنده قدره على الحركه والمواجهه، يقدر يتكلم ويقدر يزغد ويقدر يعمل، ما يجراش حاجه، لازم يبقى قوي والقوه دي مطلوبه. المندوبين اللي موجودين في لجان الفرز دي نفس القصه، عاده بيكونوا محامين عشان يبقوا قادرين يعرفوا يطعن دلوقتي في الصندوق ده، لان انتوا عارفين الصندوق الواحد لو طلع فيه ورقه دواره واحده، لو طلع فيه ورقه دواره واحده يتلغي الصندوق كله. الورقه الدواره هي عباره عن ورقه بيضه بتبقى جوه الصندوق ناتجه عن انا بجيب اول واحد وبقول له ادخل اختار لي وهات لي الورقه الاصليه، بدي له ورقه شبه ورقه التصويت، بديها له بيضه بحطها في جيبه، يخش ورا يطبق الورقه اللي جاب له من غير ما يعمل فيها حاجه، يحطها في جيبه وياخد البيضه دي يحطها جوه الصندوق. يبقى انا تملكت من ورقه واحده بره. الورقه دي انا بعلم عليها على اسمي وبديها لواحد، بقول له حط دي وهات لي الثانيه بيضه، حط دي وهات لي الثانيه بيضه، حط دي وهات لي الثانيه. فبتفضل دي اسمها الورقه الدواره. في النهايه الصندوق بيبقى فيه ورقه بيضه. القانون بيقول لو الورقه البيضه الموجوده في الصندوق يهدر الصندوق بالكامل. لكن بقى ايه الحدقين اللي عندهم الورقه البيضه دي يقول لك ايه، نفرز اربعه اربعه، يروح تلاقي اربع صناديق، فلما تلاقي ورقه واحده بيضه مش ممكن تفرز الاربعه. حركه من حاجات عايزين له ايه بقى؟ المقاومات بتاعتها، عايزين مسؤول اتصال عام موثوق به لضمان عدم تجنيده. خدوا بالكم لو عندي حد بيشتغل في الحمله وحد قدر يجنده يوم الحس راحت كل الحمله، هيجدي الناس اسامي غلط ويوديهم لجان غلط ويقف يقول لهم اذا كان المرشح بتاعه رمزه الفانوس هيقول له خد الميزان، واذا كان الميزان هيقول له خد الفانوس، وهيلخبط له الدنيا كلها. المسؤولين الاتصال بقى، في مندوبين المسؤولين الاتصال دول هيبقى حد مسؤول عن الاتصال بالمندوبين اللي جوه اللجان واللي بره اللجان واللي موجودين في الفرز، ويبقى في مسؤول لاحضار التوكيلات اللي بتطلع لهؤلاء المندوبين. وفي الاخر بحب اقول لكم كلمه كده في اخر الكلام، اللي ما يخططش لاهدافه مش من حقه يندم على حاجه تحصل. بشكركم، طولت عليكم.